السلام علیکم سامعین، 8 ربیع الاول اور 24 ستمبر ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات مدرسہ مسیحیہ رفیق العلوم گڑھی عبداللہ خان کے استاد قاری شاہد رحیمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے، ساتھ ہی وہاں کے چند طلباء کا جائزہ بھی پیش خدمت ہے۔ یہ ادارہ ماشاءاللہ حضرت مولانا آرزو میاں خان صاحب دامت برکاتہم کی زیر اہتمام چلا کرتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا فقد جاءوه وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى وقال الظالمون يا تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال سعر أو لقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر وإنه في الآخرة
من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منه مريب. لا إله إلا الله.